خلونا نتكلم كمان على two gestures للاس بن. التكست سيلكشن والايمج كروب. التكست سيلكشن هي انك تضغط الزر على الاس بن وبعدين تمرر الاس بن على النص اللي تبغى تعمل له سيلكشن. فاشوفه دحين مكتوب انه مرحبا بك في سامسونج. لو افترضنا ابغى انا هذا النص نفسه اعمل له كوبي اند بيست، فبروح بضغط على الزر وبعمل كده فوق النص على طول. شوفوا كيف سوى. لو افترضنا ابغى اشيل كلمه مرحبا، وان كان مرحبا بكم احط بس بك في سامسونج مثلا، فشوف كيف حتى بيفرجيني فوق الاكزاكتلي وين ابوقف. هذا هو التكست سيلكشن من خلال الاس بن، مره حلوه واسهل للاستخدام. ولو افترضنا انا عم بشوف صفحه سامسونج هذه، شفت الجالكسي بيم لونه ابيض، طب انا على سبيل المثال مفتكر انه بس في لون اسود، ماني عارف في ابيض، بيوديها لزميلي عشان يشوف انه في جالكسي بيم ابيض. على طول من الصفحه بضغط على الزر وبعمل ايمج كراب كده، فحيروح يطعمل لي كراب لهذه الايمج نفسها وحيعمل لها سيف. بعدين مثلا انا بروح بفتح الايميل هنا وبحط كومبوز نو ايميل، وبروح انا هنا بعمل مثلا اللونج، بعمل لونج بريس وكليب بورد وبعمل بيست، فراح حطها مثلا وبحط هنا اسم الشخص اللي ابغى ارسل له اياه. افترضنا دوريج، هذه دوريج ها دوريج مثلا، خلاص وبروح برسل له اياها لدوريج مباشره من التليفون.